تتجدد فرحة الأطفال في النصف من شهر رمضان بالاحتفال الشعبي القرقاعون. التقطت عدسة الأيام بعضا من أجواء هذه الفرحة. عن هاي تراث قديم في أرض البحرين. العيال وايد مستانسين. يعني العيال هم اللي يقودوننا، ما احنا نقودهم، هذا هم رايحين، هذا هي كثيرني ونروح وراهم. القرقاعون شو يسوون فيه؟ والعيال ومستانسين، بس كلها من شافوا شيء نبي ذي. والله مشكورين ما قصرتوا على هالفعالية، والفعالية وايد حلوة صراحة. It's my first time to this Gagawan festival and it's very exciting. Lots of children in beautiful dresses and they've got people dressed up as TV personalities. اليوم في ساحل الساية يشهد حفل القرقاعون اللي تقوم بمجموعة من العربات تطوعا منهم، فيسوون برنامج في كل مناسبة، وهاي المناسبة ترد التراث طبعا القرقاعون، وراح يصير في الوداع بعد آخر رمضان، وإن شاء الله يمكن أيام العيد راح يصير احتفالات هنا إن شاء الله. سلم ولدهم يلا، خلها لما يلا سلمها.